السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ لسه مكملين معاكم في الحلقة الخامسة من كورس تعلم كيف تنشر تسويقي على السوشيال ميديا، How to be a copywriter and content creator. في الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن اديني introduction للبيزنس والماركتينج وعرفنا ايه هو content marketing واهميته في التسويق، وعرفنا ايه هي content types والفورمات بتاعت content، وعرفنا دي الأمثلة للوظائف الموجودة، وعرفنا الفرق ما بين الـ copy and content writing. فالنهاردة مكملين معاكم في رحلة التعليم، وهنبدأ بقى نخش في الجزء بقى الفعلي لما نيجي نشتغل. لو احنا عرفنا الأول معلومات أو مقدمة، فاحنا دلوقتي هنيجي نبتدي خطوات الشغل الفعلية عشان تبقى copy writer محترف. فاحنا النهارده هنقول دورنا النهارده نتكلم في الحلقه بتاعه النهارده عن ايه اول حاجه اعملها لما يجي لي شغل. اول حاجه مطلوبه منك تعملها لما يجي لك شغل في الكوبي رايتنج هي ان انت تاخد البريف. ايه هو البريف؟ ده اللي هنعرفه النهارده. زي ما احنا بنقول كده، ايه هو البريف؟ البريف ده ببساطه واختصار هو عباره عن ملخص بيتم تحضيره من قبل العميل، في كل المعلومات الخاصة بالبزنس اللي هكتب عنه وفي كل المعلومات اللازمة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت ببساطة انت دورك ككوبي رايتر او كونتنت كرييتور ان انت بتتكلم عن حاجة عشان انت هتسوق لها. فببساطة انت ازاي هتتكلم عن حاجة انت متعرفهاش؟ فدور البريف ده هو انه يعرفك اكتر بالخدمة دي، سواء يعني يا اما العميل لو هو فاهم او عارف هيديك البريف ده جاهز، او لو هو مش عارف انت دورك ككوبي رايتر محترف ان انت تعمل معاه ميتنج او تعمل له مثلا جوجل فورم او اي طريقه ان انت تاخد منه المعلومات دي. بس الاول احنا لازم نكون متفقين ان انا اول حاجه اعملها لما يجي لي شغل ان انا اهتم ان انا اخد بريف كويس من العميل، لان كل ما يكون البريف ده احترافي ومفصل اكتر و يعني بحاول اطلع منه كل الديتيلز عن البيزنس اللي انا هتكلم عنه ده، كل ما هيكون شغلك احترافي وانت عارف تستهدف الناس بتوعك كويس وعارف تتكلم كويس عن الخدمة بتاعتك. فعشان كده بنقول ان البريف ده هو الملخص فيه كل المعلومات الخاصة بالبيزنس ده اللي انت هتكتب عنه. طيب انا لو العميل بتاعي مش عارف يديني بريف، انا مفروض اعمل ايه؟ مفيش مشكلة خالص، انت دورك بقى. يعني انا حاولت الخص الدنيا كده مع بعض ان احنا يبقى زي روشتة اسئلة كده، لو انا سألتها للعميل باختلاف نوع البيزنس فممكن هتجيب لي معلومات كافية عن البيزنس ده. دي معلومات ايه؟ رئيسية طبعا، باختلاف نوع البيزنس عن نوع البيج اللي انت هتمسكها اكيد في اسئله زياده عن دي اكتر من كده طبعا باختلاف تفاصيل كل منتج، لكن دي الاسئله الرئيسيه اللي انت هتساعدك تفتح حوار مع العميل بحيث ان انت تاخد المعلومات. يعني مهم جدا اعرف هو مين او ايه الخدمه اللي هو بيقدمها دي، هل هي سيرفيس هو بيقدمها ولا منتج بيبيعه ولا مكان ترفيهي مثلا عايز الناس تيجي تزوره وهكذا. فمهم جدا تعرف مين العميل بتاعك وايه الخدمه اللي بيقدمها. هل الخدمه دي هي اونلاين مثلا، سواء خدمه اونلاين كورس اونلاين ولا هو مكان انت عايز الناس تيجي تزوره. الاسعار بتاعتك عشان منها تعرف تستهدف مين، وهنتكلم اكتر عن استهداف الناس، يعني مثلا هي ناس طبق يعني مثلا كلاس A كلاس B كلاس C. مهم جدا تسمع من العميل بتاعك المنافسين، اكيد كل واحد عنده بزنس يبقى عارف على الاقل مين المنافسين بتوعه. فمهم جدا تعرف مين المنافسين قبل ما يعني تسمع منه، قبل ما احنا يعني في المحاضرات الجايه ان شاء الله هنتكلم عن المنافسين بشكل مفصل جدا وازاي نعمل سيرش عنهم وازاي نحللهم وكده. بس انت مهم جدا زي ما قلنا نسمع من العميل. مهم جدا اعرف نقاط القوه والضعف في البيزنس برضو من عين يعني ايه من وجهه نظر صاحب البيزنس ده. مهم جدا اعرف ايه المشكلات اللي بتواجه البيزنس ده عشان مثلا ينتشر او يسوق لنفسه، عشان لو في حاجه اقدر احلها او
نقدر مثلا نحل المشكلة طبعا من غير كذب أو من غير حاجة تأثر على المنتج، بس مهم جدا إني أعرف، مهم أعرف جدا من العميل وأسمع منه أهدافه إيه من هو يبدأ في الديجيتال ماركتينج، علشان أنا ما أعرف أهدافه فأنا هعرف أحط خطة تحقق الأهداف دي، وبالتالي الطرفين يبقوا راضيين، العميل يلاقي مني نتائج ترضيه وأنا كمان حققت نجاح ليا والاسم. مهم جدا جدا اعرف من العميل الرساله بتاعته، يعني هو داخل البيزنس ده ليه، يعني مهم جدا في الرساله التسويقيه او لما اجي اتكلم عن بيزنس او حاجه يكون ليا رساله، مش فكره ان انا ببيع وعايز فلوس وعايز اكسب وخلاص، لا. يعني مثلا انا هدف ايه، مثلا ايه لو انا عامل كورس كورس اونلاين او كورس هيساعد مثلا الاطباء او كده، اللي هو هدف مثلا ان انا عامل الكورس ده علشان اوصل معلومات دقيقة بشكل يوفر على الدكاترة مثلا مجهود وتعب وكده، فانا عندي رسالة ورا المنتج بتاعي ده، ايا كان بقى نوع البيج او نوع المنتج او نوع البيزنس ده، بتختلف طبعا كل رسالة، ومهم طبعا اعرفها من العميل. احاول برضو اسمع من العميل اللي هو الجمهور اللي هو بيستهدفه. طبعا هنتكلم بشكل مفصل جدا في الحلقات الجايه عن الباير بيرسونا والجمهور المستهدف. مهم جدا اعرف لو في ظروف بتاثر على المنتج، يعني ايه مثلا لو في ظروف في شركات الشحن، في الاسعار، في خدمه العملاء مثلا، اي حاجه احاول اعرفها من العميل ان هي ممكن تاثر عليا في التسويق للمنتج بتاعي. فدي كانت زي روشته بسيطه لتلخيص الاسئله، ان انا ممكن ازاي اعرف اجيب من يعني ايه من العميل معلومات اكتر عن البيزنس بتاعه ده، علشان انا زي ما قلنا انت ككوبي رايتر مختلف، كل ما عرفت تجيب معلومات اكتر، كل ما هيكون عندك داتا تكتب عنها اكتر، كل ما هتعرف تستهدف ناس صح، كل ما تحقق مبيعات ونجاح للشغل اللي انت جاي تعمله، وبالتالي العميل هيبقى راضي وانت هتبقى راضي، وحققنا الهدف المطلوب من الديجيتال ماركتنج. بس فده كان موضوع حلقه النهارده اللي هو البريف، مراجعه سريعه كده، اللي هو احنا قلنا اتكلمنا عن مقدمات البيزنس، فاحنا قلنا لما نيجي نبدا خطوات الشغل الفعليه، ايه اول حاجه لما يبقى معايا عميل هشتغل وانا عرضت عليه خدماتي، هتبقى اول حاجه اعملها ان انا اعمل ميتنج معاه او ابعت له جوجل فورم مثلا اخد منه البريف، وعرفنا البريف ده ان هو ملخص بيتم تحضيره من قبل العميل في كل المعلومات الخاصه عن البيزنس ده، علشان اقدر اسوقه، علشان انا مش هتكلم عن حاجه وانا ما اعرفهاش، فلازم اكون انا عارف كل الديتيلز عنها ومقتنع بيها عشان اقدر اقنع الناس بالخدمة دي، عشان انا مش هقدر اقنع حد بحاجة وانا ذات نفسي مش مقتنعة بيها، فاهمين الفكرة؟ بس وقدمنا روشتة لتلخيص الاسئلة دي، طبعا في اسئلة اكتر بكتير على حسب نوع الخدمة، فانت بقى دي الحاجة بشكل مبدئي، وانت هتعرف بعد كده تطلع اسئلة عن حسب توقفها على حسب نوع الايه البيزنس بتاعك. بس دي كانت حلقتنا النهاردة، لو حد عنده اي اسئله ممكن يسالها في الكومنتات، لو عجبتك الحلقه ممكن تضغط سبسكرايب على القناه علشان يجيلك الحلقات الجايه ان شاء الله. بس ولو عاوزين اي اسئله ممكن تسالها في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.